شيكابالا. يا سلام، اهو واحد من الناس ده كمان حاجة، لعيب سوبر شيكابالا، ايوه لعيب امكانيات غير عادية، برضو اللايف ستايل هو اللي خلاه يتأخر. اللايف ستايل ولا بعض الافعال اللي ممكن يعملها ما هو شيكابالا وتثير الجماهير. ده يندرج تحت اللايف ستايل، واسلوب اسلوبه في الحياة واسلوبه في الكلام واسلوبه. لكن شيكابالا يعني اسأليني عليه، لأن أنا دربته سنة كاملة في نادي الزمالك، خدنا كأس مصر، قمة الالتزام على فكرة، ايوه كان ملتزم التزام غير عادي، وعمل معايا موسم رائع وخدنا كأس مصر معاه. ها. لا شيكابالا برضه يعني مستوى تاني. طب ليه ما كانش ابراهيم سعيد مع حضرتك لعيب اساسي في الاولمبي؟ لا إبراهيم سعيد كان صغير عن المجموعة دي بسنتين، ايوه كان أصغر بسنتين هو واحمد صلاح حسني، الاثنين دول انا ضمتهم وهم صغيرين سنتين، ايوه فكان لسه قدامهم وقت عشان يشاركوا يعني، مع انهم اثنين لعيبه كويسين جدا. ابراهيم سعيد لعيب هايل يعني. واحمد بلال لا ما كانش معايا، ما كانش موجود. لا ما كانش معايا خالص. شفت ازاي تجربة احمد بلال؟ احمد بلال ده كان هداف كبير جدا مع النادي الاهلي، يعني لعيب كويس قوي 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 كراس حربه كهداف، لا هداف من الهدافين التقال ايوه. احمد بلال يعني، لا لعيب طب هايل. لو اتكلمنا عن الراحلين عن نادي الزمالك، هل يؤثر رحيل بن شرقي عن الفريق؟